من اليوم يا لالا ما يبقاش يغلبك الدجاج المحمر المدغمر، والدغميره كتجي واقفه في زويتها ويا سلام، وكل شيء هاد الشيء غير في اللاطه ديال الفران، وكل شيء كيطيب مع بعضه، يعني بلا تماره وبلا جهد وبلا ضياع الوقت. خليكم معايا باش تشوفوا هاد الطبق اللي كيجي غايه في الضوء، رائع وصحي للوليدات، مرافق بتشكيله ديال الخضار هكا يا صحيه لوليداتكم. كما كتشوفوا البصيله ديالي كتعسل غير في اللاطه ديال الفران. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فهنايا البنات بالنسبه هكايا للدغميره ديال الدجاج والشرموله ديال الدجاج، غادي نحتاج لواحد الدجاجه انا خديتها مويان، تقدروا ديروا الكميه اللي بغيتوا ديال الدجاج على حسب افراد العائله. اللي غسلتها من طبيعه الحال ورقتها في الملح وسكنجبير والحامض والخل هكايا وخليتها تقطرات لي مزيان. عندي واحد جوج حبات ديال البصله البيضاء، ضروري ديروا البصله البيضاء حيت البصله الحمراء ما كتجيش في هاد الوصفه ديال الطغميره زوينه. خديت هكايا جوج بصلات مويان مشلضين هكايا رقيق. وبالنسبه للعطريه سكنجبير، الخرقوم، الابزار، شويه الملحه. الملحه ما كثرتهاش حيت ديجا رقدت الدجاج في الملحه باش ما يجينيش مالح، كندير غير طريقه صغيره والتحميره. وعندي واحد الكركوبه ديال الثومه اللي محكوكه هكايا، والقزبر القزبر ومعدنوس مقطعين رقيق تقريبا واحد الربطه، والزيت مخلطه ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه. فهنا البنات اول حاجه غادي نبدا نصاوب الشرموله ديالي. غادي نزيد العطريه كامله، غنزيد واحد شويه ديال الزيت، غادي نخلط وندمج هاد المكونات بالماء. غادي نزيد واحد العصره ديال الحامض، درت تقريبا واحد نص حامضه كبيره. ردوا البال مع العظام كما العاده كنقول لكم، راه كيمروا لينا المرقه. غادي نجيب الدجاجه ديالي، قطعتها كما فتحتها كما قلت لكم من الظهر باش تجيني على هذا الشكل. غادي نشرملها مزيان، نحاول ندخل الشرموله ما بين الجلده هكايا والهبره، غنفتحها واحد شويه باش تدخل ليا ليها الشرموله. نشرملوها مزيان مزيان بهاد الشرموله هادي، ونخليوها ترتاح تقريبا واحد ربع ساعه باش كتشرب لينا مزيان الشرموله. هنايا البنات من بعد ما شرملت الدجاجه خليت هكايا الشرموله، غادي نحتاجها الباقي ديال الشرموله. في لاطا اللي كتدخل الفران دهنتها بالزيت، ديك الزيت اللي قلت لكم كنكثر هكايا الزيت في لاطا ديال الفران باش هكايا البصله كتجيني معسله يعني
تجي كراميليزي في هذيك الزويته هذيك كتخدمها مزيان. غادي نفرش البصله مشلضه بحال هكذا، وغادي ندير من فوقها الدجاجه بحال هكذا والشرموله. فهنايا البنات كما قلت لكم، من بعد ما كنفرش هذيك البصيله ديالي مشلضه في اللاطه، كنكب عليها واحد شويه الشرموله، كنجيب نحط فوق منها الدجاجه اللي مشرمله، وكنسقي بالباقي ديال الشرموله هكذايا باش كتهبط ليا لديك البصيله. صافي غادي ندخلها الفران مشيول على 200 درجه من الفوق ومن التحت، حتى تبدا تتحمر ليا مزيان وكتغمر ليا هذيك البصيله. صافي وكتكون عندي واجده. ولكن ما تنساوش مره هكايا تكوها بعود هكا ديال الكوردون او لا بهذاك العود ديال الشوا، باش كتشرب لكم كتخرج لكم ديك الزفوريه ديال الدجاج، كتخرج وكتدخل الشرموله هكا وكيجي من السم من الداخل. فهنايا البنات، من بعد ما درت الدجاجه ديالي في الفران طيب، درت هكا الخضره اللي غادي نبغي نرافق بها هاد الطبق هذا. درت البطاطا صغيره درتها تسلق في واحد الكاسرول، جلبانه الباربه درتهم هكايا مع شويه الملح حتى سيوجدوا ان شاء الله يطيبوا. عاد غادي نقشر البطاطا مع الباربه، كنسلقهم هكايا بجلوفهم باش كيبقاو هكايا قابطين فروسهم، وكتبقى حتى البنه ديالهم كتبقى زوينه. هنايا البنات دزت باش نوجد لا بيشاميل. انا صراحه كنخدم بالواجده، وهي الوصفه ديالها راه سهله، كديروا معلقه ديال الزبده اولا جوج معالق ديال الزبده وجوج معالق ديال الدقيق، كتشوحوهم مع بعضياتهم، كتزيدوا نص سطره ديال الحليب مليحه وشويه كبده صافي، وكتبقاو تحركوا بحال هكذا حتى تتعقد لكم. انا هاد لاصوص هادي غادي نزيد ليها الفرماج هكايا محكوك، وغادي نرافق بها الخضيره ديالي. كتبقاو تحركوا بحال هكا حتى تبدا تعقد لكم صافي، كتكون واجده. هنايا من بعد ما وجدت ليا واختارت ليا لاصوص بيشاميل، غادي نزيد ليها الفرماج هكايا محكوك، وهي سخونه وكتقدم سخونه يعني في مع البلا، وكنخلي هذا الفرماج هذا كنخلط مزيان حتى يذوب ليا مزيان وسط هذيك لاصوص بيشاميل. تقدروا تزيدوا البوزه حتى هي كتجي زوينه مع لاصوص بيشاميل، حتى هي كتجي مواسيه بزاف. انا ما كيبغيوهاش ليا الوليدات ما درتهاش، غنتسنى على هاد الفرماج حتى سيذوب صافي وكتكون واجده. فهنايا البنات من بعد ما كلشي عندي صباح جاهز، قديت هنايا الطبيصير اللي غادي ندريسي فيه الدجاج مع الخضره، وهذا فرشت له الخس، استفت فيه هكايا الخضيره باش كتجيكم هكايا زوينه في المنظر. كديروا كل حاجه مقابله مع بعضياتها، كما هكا البطاطا مقابله مع البطاطا، خيزو مقابل مع خيزو صافي. المهم هنايا الضغميره البنات كتكون عندي وجدات، كما كتشوفوا اللون ديالها كيشهي، الدجاجه ديالي محمره. ما نعاودش لكم على الريحه اللي طالعه من هاد اللاطه، خطيره. وبهذه الطريقه هذه كتوجدوا جوج حوايج في دقه واحده، وبلا تماره وبلا كما كتعرفوا الدجاج محمر بالطريقه العاديه التقليديه ديال العراسات، راه كيطلع كيشد لينا الوقت والجهد، وكيجي يعني صعيب في المقاده ديالو. حنا كنتشهاوه مره هكايا بعد المرات في ويكاند هكايا نديروه بطريقه اللي تكون سهله. فانا عندي لكم هذا الاقتراح، نتمنى انكم تجربوه. صافي غادي نحط الدجاجه ديالي ونكمل دريساج ديال البلا.
وهنايا البنات كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبيله ديالي. من بعد ما وجدات رافقت هكايا الطبيسيل ديالي باللي فريت هكايا والخضيره كما كتشوفوا، ولاصوص اللي وجدنا مع بعضياتنا ديال لاصوص بيشاميل هي باش غندريسيو الخضره اللي مسلوقه. وكما كتشوفوا الضغميره كتجي واقفه في الزويته ديالها ومعسله، ما نقولش لكم المذاق ديالها كيفاش كيكون، سيرتو ملي كتطلق هذيك الشرموله اللي كنشرملو بها الدجاج، كتطلق في البصله كتنسمها مزيان وكتجي مضغمره بزاف، وتحلفوا عليه طايب بالطريقه التقليديه اللي كنعرفوا ديال التحمار الدجاج ديال العراسات، يعني كتحلفوا عليه بحال مطيب في الطنجره، وهذا غير هو باقل مجهود واقتصاد في الوقت واقتصاد في المجهود كما قلت لكم. وكيكون هذا هو الشكل النهائي، فاللحيمه كتجي كتذوب 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 بين يديكم، ودغيا دغيا العظم هكايا كيطير هكايا كيتسلخ من وسط اللحيمه. وهكايا تقدروا كما قلت لكم لاصوص بيشاميل اللي ذوبنا فيها الفرماج، تقدروا ديروا اي فرماج بغيتو، كتجي مرافقه لهذا الطبق بامتياز وكتزيدوا لذة على لذة. فيا البنات نقول لكم هنايا نخليكم وبسلامه عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.